وابا واحد هذا السؤال، شنو هو كاين؟ شنو هي الحاجة اللي كتحس بها في راسك كأنك يعني شد فيها مثلا؟ واش في سكيتش ولا في الكولور ولا في اللايتين ولا فاش؟ Oh, definitely not lighting. لا مي صعبة صعبة، راه بهاد الستيلات راه شوية شوية كتطلع. ماشي كندير غير داكشي بازيك في اللايتين، كندير لايتين لي بازيك بزاف، 3 ولكن بوينتس لايتين، ولكن واخا هكا كتطلع واعرة. شكرا. هو في حقه بغيت نخدم عليه شويه اكثر، ولكن اللي كيعجبني نخدم بزاف، اللي كان راسي شويه شويه يعني صافا فيه سكتش اكثر حاجه عزيز عليا، عزيز عليا سكتشي بزاف، لاين القلم يعني ارت. بتاع اي تولز، ماشي كاع لاين ارت داكشي كنقي وداكشي، ولكن المهم غير سكتشات هكا بالقلم، بالضبط بالقلم، داكشي ديال القلم اولد كيعجبني. سكول. اول سكول كنرتاح فيه اكثر حاجه في الحقيقه، و ابار هكا غير انني ندير شيبس هكا اللي يكونوا شي حاجه اللي يكون مؤخرا بحال نقدر نحطها بالطريقه اللي كنحاول ندير بزاف، هو غنبقى ندوز على ارت وركس هكا داكشي راندوم. لا 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 اللي كنحاول ندير بزاف اللي كيعجبني زعما نخدم بزاف وكنحس براسي شويه مرتاح فيه، هو انني نحاول ندير شيبس لي انتريسونت، ومؤخرا وليت كنحس بانه شويه ستيل ديالي جامع بين شويه انيمي، حيت انيمي كتلقى فيه داكشي عاده شي شيبس شيبس واعر، وشي اكزاجيري ولكن واعر. داكشي كيكون كول وخطير واعر، وكنحاول مؤخرا نخلط مزيان بينه وبين داكشي اللي الديزاينات اللي غربيين شويه اكثر، ملي كان مثلا ملي كيجيو ديزايني بشي كاركتر لشي انيماسيون ولا شي جيم ولا شي حاجه، عاده كيحاولوا الكاركتر يكون بليفبل، يعني يكون الديزاين ديالو شويه غادي الحقيقه، يعني مثلا كانت شي صمته لابس كاركتر شي صمته خاص تكون يعني عندها شي سبب ولا عندها شي ما نعرف باين فين محطوطه مثلا، ماشي غير هكا شي حاجه مهزوزه في السماء ولا هذا شي كيحاولوا يكون داك الشيء شويه اكزاكت اكثر بالمقارنه عنده لوجيك مع زعما. اليابان، عنده لوجيك كيبان لوجيك وكيبان بليفيبل اكثر، ولكن الجابونيين عندهم داك الشيء غير كول هكا، خصوصا هذا التاثير كيبان لي ديال ديجيمون، كان عزيز عليا ديجيمون بزاف. المشكل واعر. انه ديجيمون ما كانش فيه دوك الديزاينات اللي كانوا ديال الكريتشرز وداك الشيء اللي فيه، كان ما عندهم حتى شي ما بزاف فيهم ما عندهمش شي باز ولا شي حاجه، غير داك الشيء كيبان كول خطير، ما غير ما كاينش ما كاينش شي ماشي لوجيك ماشي ماشي يعني ماشي شي حاجه بليفبل كيقول لنا. وكنحاول نجمع بين هذاك الكل الناس وبين هذا بين داك الشيء ديال الديزاينات الغربيين شويه. عاصم كول. شنو تاني؟ شنو كاين يتشاف هنا؟ إلا سالينا نطيب لينا شي حاجة. اوكي غياخد وقتي الى طيبت احد شنو. شحال دابا درنا؟ شي ساعة ونص ياك؟ انا عندي هنايا شي ساعة ساعة ونص. ونص تقريبا. ساعة ونص نديرو شي هاي نص ساعة ماشي شي ديال سكتش. شي سكتش، شي واحد يكون ديجا بادي او لا شي واحد يلاه تبدا تقول لنا احسن البروسيس ديالك كيفاش كتبدا البيرسوناج. اوكي سامر. المهم لي سلكك، انا ما عنديش مشكل. اوكي سامر، نفكر شنو اللي غيكون احسن. كنفكر نرسم شي كاركتر اللي ديجا دايرو ديجا واجد، حيت باش ما ناخذش وقت في التفكير في الديزاين ديالو. نيت، يعني بغيتك تشرح لي هذه القضيه هذه، حيت اشنا هي انا ما كنديزاينيش، ولكن بغيت نعرف هذه القضيه ديال انك فاش يلاه تبغي تديزايني شي بيرسوناج، كيفاش اوكي كدير باش كيبقى يطيحوا لك الافكار ديال انك شنو غدير في الوجه، في الكاستيوم، واش كتعطل فيها ولا كتجمع لي ريفيرونس وكتبقى تاخذ منهم، ولا كيفاش كدير؟
على حسب كيف الا كنت غنخدم في شي حاجه على اساس انها راه بروجي وداك الشيء، كنحاول ناخذ وقتي اكثر في التحضير، يعني نشوف ريفيرونسات، نشوف يعني نقعد نفكر في ايدي. غائب بعض المرات، يعني بزاف المرات ما كنشوفش ريفيرونسات هما الاولين. الا بغيت ناخذ حاجه بروجي، كان نفكر في ليدا هي الاولى، كنقعد نفكر فيها مزيان ونسكتشي شي شويه بعض المرات كاع، عاد باش كنقلب على ريفيرونسات، حيت كنحس الا قلبت على ريفيرونسات كنبدا نتليميت فيهم بزاف، وما كنقدرش ندير دوك الشيبس هكا اللي انترستين يعني بزاف، كنولي غادي غير في داك الشيء اللي شفت، فهمتي؟ ما كنقدرش ندير شي حاجه اللي شوية غريبة عزيز، هذوك الديزاينات اللي فيهم شوية ديال وحاجة أخرى هي كيفاش، ماشي كيفاش، إمتى تقدر توصل ليطاب أنك ترسم من راسك؟ واش في الأول ديجا بديتي كترسم من راسك، ولا ضروري كتبدا من ريفيرونس؟ ما لا ما كنبداش من ريفيرونس عادة، كنبقى نرسم من راسي يعني في الأول. كي قلت لك خصني ندير شي حاجه بعدا قبل ما ندير ريفيرونسات، خصني سكتشي شي شويه ولا شي حاجه، عاد باش من بعد كنشوف ريفيرونسات. على حسب، حيت عاوتاني اغلب الحالات كنرسم سكتش غير هكا، يعني سكتش وصافي، ماشي دائما كنشوف ريفيرونس. الا بغيت نرسم غير سكتش مثلا بحال دابا، الا بغيت ندير شي سكتش ديال ساعه ولا هذا، ما كنشوفش ريفيرونسات عادة، كندير غير شي حاجة من راسي، إلا وحلت كنشوف ريفيرونس. إلا حسيت براسي مثلا اوكي، مثلا الوجه ما غاديش مزيان، ولا مثلا بغيت شي ما عنديش شي ايدي لشي حاجة ما بغاش تصدق مثلا، كنشوف ريفيرونس باش هذيك الحاجة تصدق زوينة. يا تقدر تقول بحال هكا، في سكتش ساعة كنشوف ريفيرونس كنوحل. إلا كان بروجي كنشوف ريفيرونسات في الاول شويه، ولكن كندير شي حاجه هي الاولى، كنسكت شي تامبنيز ولا شي حاجه قبل باش نخرج دوك الشيبس اللي شويه راندوم شويه انتريستينغ. يعني وباش توصل لهاد لي طاب هادي غتكون ديجا كنتي كترسم، مثلا شي واحد ما كيعرفش يرسم مثلا اليد في جميع لي بيرسبكتيف، باش مثلا يبغي يرسمها، فهمتي؟ ولا مثلا موتور، ولا المهم اي حاجه، الحوايج، الراس من الفوق ولا من التحت ولا من الجنب، خاص ديجا يكون ديجا راسم هاد الشيء هذا من الاول، باش فاش يبدا يدير الديزاين كيبدا يرسم ديريكتومون بلا ما يشوف الريفيرونس. يا ضروري يعني يكون عندك شويه داك الباكاج، كون رسمتي بزاف مثلا، كان نرسم بزاف، كنحاول نخدم بزاف على البوزات مؤخرا. مثلا عندي واحد سكتش بوك كله تقريبا غير بوزات، كنشوف فيديوهات مثلا، كاين فيديوهات بزاف في يوتيوب بالتايمين وداك الشيء، اللايف دروين سيشنز، وكنبقى نحطهم ونبقى نرسم منهم بحال هكا، ولا غير بوزات مثلا كنمشي في فليكر بعض المرات وكنشوف ريفيرونسات ديال مسرح ولا دانس ولا شي حاجه بحال هكا، حيت كيكون شويه داك الشيء كيكون في ستيج، كيكون شويه دايناميك اكثر مثلا من لايف دروين سيشن. لايف دروين سيشن كيكون داك الشيء ستيف شويه، الوقفه مثلا شويه ستيف، حيت واقف كيتسناك ترسمه، ولكن يعني بحال الا شديتي تصويره من الانترنت وعاودتي كترسم صافي. كنمشي للفليكر حيت كنلقى داك الشيء كونتيتي بزاف، وكاين شي وحدين اللي يعني كاين شي فوتوغرافرز اللي عندهم ريفيرونسات يعني بزاف، مثلا كله كتلقى كيصور غير داك الشيء مسرح ولا غير دانس ولا غير سيرك مثلا، وكتلقى شي بوزات وداك الشيء زوين. مثلا كان سيباري شويه دوك هاد القضيه، مثلا كان الا بغيت نتحسن في البوزات كنستدي البوزات مثلا بوحدهم، كندير جيستشر مثلا بوحدها، ومني كنجي نرسم كنحاول نرسم غير من ميموار داكشي اللي تعلمت من الحوايج اللي رسمت قبل. هادشي عاوتاني في السكتش كيقولنا. اذا كان غير سكتش قدروا نفكروا في شي حاجه، معش شي كاركتر ولا شي حاجه مغربيه مثلا. قراب. قراب. اوكي قراب. ديجا عندك وقيله شي بروجي انسبير من قراب ياك؟
عندي بروجي، عندي قراب مثلا، انا نحاول نخلطه مع شي حاجه اخرى، نوريك القراب اللي فايت داير. اوكي اه ديجا شفتها. غير باش اللي بغاو اه يشوفوا هذا. نايس. هذا كنت داير قراب مخلط مع السحار وداك الشيء. وقديم هذا البروجي شويه، شحال هذه، شي اه شفتو شحال هذه. 2011 2012، وانت ريفيرونسات وداك الشيء. هاد نايس. ريفرنسات اكثر حاجه، خصوصا اش نقول لك الرندرين. و هاد واقع اللي شفتهم في البداية، ما عقلتش على البروسيس ديالهم مزيان، حيت خدمته شحال هادي، ولكن حتى كتكون عندي ليدا هي الاول، عاد باش كنقعد نشوف ريفرنسات، عاد كتجمع الحاجة. عاد كنجمع ريفرنسات. اوكي، مثلا ثامب نيلز درتو زعما كيتحكم في شي غولم، شي كرياتور بحال هكا اللي كي كيتحكم فيها بدوك الاجراس اللي كيستعملهم باش كيعيطوا على الناس. حتى الشيب ديال لي مونستر من ديك اللعبه ديال القراب اللي كيعمر بالماء. داك الشيء، الوجه ديالو خميسه بحال هكا معلقه هنا. نايس. وعامر زعما بالماء، كيبقى يتيري في الماء. شنو اخر؟ اوكي، نشوفوا قراب، صافي اوكي. خصنا نزيدوا معاه شي حاجه. اوكي. اوكي، قراب وشي حاجه اخرى بالعافيه. قراب فيتوريست، ناسي نشوف. لا، قراب شي حاجه اخرى، لحلح. ما شي اعرفش. حاجه كوبوي. كاوبوي. اوكي، قراب كاوبوي. اوكي، قراب كوبوي قراب ولا كاوبوي. سايبر بانك. اوكي، سايبر. اوكي، انا بشي كوبوي. جراب كوبي. من الحوايج كي زوينين بحال هكا، هو انك الا بغيتي ديزايني شي حاجه، هو انك تخلط جوج حوايج اللي ما موالفش عليهم بنادم. عشان نقول لك، بحال كيف كنا دابا، اوكي، جراب مع كوبوي، ما شايف حتى شي واحد هذه القضيه. نديرو أول شنو وحدين نقدروا نديروا؟ غيديرو. اول وحدين. اوكي، اصلا انت دابا اول حاجه كنبقى عاده بحال قلتي، كنحاول نخرج اول حاجه اللي كتجيني في بالي في البدايه. مثلا الطربوش ديال القراب هو باش معروف، وفي الكاوبويز حتى هما معروفين بالطربوش. عندنا طروش. يعني غنشوف مثلا نقدر نحاول نخلط بين الطربوش ديال القراب والطربوش ديال كاوبوي مثلا، كان في الوسط باش بان. تقدر تكون هذه الخطوه الاولى مثلا. شنو اخر باش معروفين؟ اوكي، هذا القراب ديالنا، واش الخدمه ديالو في يعني في هذاك الكاوبوي وورلد اللي احنا خدامين عليه دابا. واش نيت قراب يعني بحال عندنا كيفرق الماء، ولا شي حاجه اخرى مانسبيريا من القراب يعني. بحال ما نعرف، مثلا تقدر يكون راك عارف مثلا دوك الشخصيه اللي كتكون في الكاوبوي، في الافلام ديال الكاوبوي كيكون دائما واحد داك اللي كيكون في التافرن، ولا داك البارتندر، ولا شي حاجه اللي كيكون كتبقى كيمسح بحال هكا في ديك الطبله مثلا. نقدر مثلا و نديرها هذاك الشيء تجي مع تقدر الدور يكون ديالو هذاك الشيء. واش يسمي واش الويسكي في ديك اللعبة ديالو. واش بغينا شي واحد بحال هكاك، ولا شنو؟ واش بغينا زعما يكون شي كاركتر اللي شي نديرو بوليسي اركيت حنا. لا ولا بوليسي. باد اوكي، بوي يلا، كاع. المهم شي اوكي، باد اوتلو، بوي، يلا شي سير. اوتلو واقيلا يقدر يبان باد بوي. يجي شي باداس. كيفاش كيستعمل الماء، يعني الماء كاوتلو؟ زعما خصنا نشوفوا لي شي لعبه. فرادة عندهم تيو ديال قول الماء. بار، يلا سير على الله. اوكي، يلا هاني زيدك يخرج. هذاك الشيء. دونك بحال هكا كتديزايني فاش كتبغي انت خدام وانت كتفكر شنو الحاجة النكست، شنو خدام النكست. وكنسول. كنسول، وعاده او يعني بزاف المرات كتطلع اول ايدي كتكون يعني بازيك بالجد. وانت غادي وانت كتزيد في لي زاليمون، بحال مثلا دابا شنو كنحاول ندير، كنحط لي زاليمون اللي
البازيك شتي ما كنحاولش نديزاينيه، ما كان ما كان ما عطي دابا لا بيرسوناليتي حتى شي حاجه، دير غير سيلوات وكنحاول نشوف شنو لي زيليمون اللي بغيت ندير، وكنحاول نفكر شنو لي زيليمون اللي جاي من بعد. مثلا بغيت نعطيه الجيل ديال الكاوبوي، ولكن كنفكر فين غنحط داكشي ديال، فين غنحط شي اليمون اخر ديال الجراب. دابا مثلا انا بديت كنحس خاصني ريفيرونس تروكا مثلا، خاصني نشوف شي لي زيليمون اللي كيكونوا عند الجراب، وخاصني نشوف لي زيليمون اللي كيكونوا عند الكاوبوي. ديال ويست وورد، يلا بديت سيزون 2 البارح. ديال شنو؟ ديال ويست وورد ديال لي كاوبوي. او ويست وورد خطير، ما كملتش السيزون 2، عجبتني سيزون 1 بزاف. هذيك الاولى كانت واعره بزاف. حتى الان نشوف شي واحد اللي باين فيه لي زاليمون كوبي مثلا، غادي نحط هذا باش ناخذ منه غير لي زاليمون، من بعد نقدر نبدل لهم الشيب، نقدر نبدل فيهم شي حاجه مثلا. نشوف شنو اخر. اوكي ما عرفتش شكون هذا اللي قرر باقي لك نقول قرر. اوكي شي حاجة يتقى عندي تقل من نفس التزاين. شي واحد أصلا قراب وخدام قراب. اوكي احطيك شي جوج رفرنس باش ما نطولوش. اوكي ما متقبيتش. اوكي نشوفو شي رفرنس ديال شي كاوبوي. واحد القضيه حتى هي يعني شي مرات كنقعد نقرا ولا هذا مثلا هذا كوستيم ماشي اوكي الكوسبلاي اوكي واخا كوسبلاي، ولكن ماشي مشكل. نقدر ناخذ منه شي حاجه مثلا ديك العبايه ديال اللي قربني. شنو اخر شي حاجة. هذيك مشاو محتوى. خصنا نحط واحد وحدنا ضروري. هذا هو اللي معروف به الافلام الكبار. اوكي يعني نتخيلوا بالله راه قعدنا قلبنا نتفلينا الانترنت مزيان. عاده كنحاول نقعد نقلب شويه طول باش يعني باش على الله نلقى شي ايدي. بعض المرات عاوتاني اش كندير، كنمشي نقلب مثلا شي حاجه فاشن مثلا لها علاقه بهذا التيم مثلا الفاشن. علاش كنقلب على الفاشن اللي فيها داكشي غريب شويه، ماشي فاشن داكشي عادي. كتلقى شي ديزاين ولا شي اليمون بحال هكا اللي تقدر تزيدو كيخلي الكوستيم ديزاين ديال الكوستيم يكون كول يعني اكثر ويونيك شويه اكثر. اوكي غادي ندير جات لك شي ايدي لوح اي حاجه. اورايت اوكي ايرو ضعيف هذا. اوكي غنعطيه الكاب. اوكي غنعطيو شي لعيبه ديال الشل ديال الحيوان بحال المعزل اللي عندنا تما، يكون هز هالور هزها في ظهره. جات شي بحال داك انيمي ديال اتاك اون تايتنز. ايه شي فاره. بصراحه هذيك تقدر ديرها مع ما عندهم الكابلات السيوفه ملصقين معاه، تقدر دير انت فردي لاصق في هذيك اللعيبه. هذاك الشيء اللي بغيت ندير، داك الشيء اللي قلت نايس. خاص شي لعيبه مثلا كيجي منها الماء قلنا، اللي هي بحال داك الشيء ديال المعزه هكا، ومن بعد شنو. اوكي كاين عند بغيت نستعمل هاد اللعيبات هادو اللي معلقين في الطربوش ديالو. كنقلب فين نعلقهم هاد اللعيبات الملونين. كاين مثلا عند الكاوبويز كيكون عندهم مثلا بحال هاد اللعيبات هادو حتى هما معلقين، وكيكونوا بعض المرات في السروال كامل جناب شي لعيبات خارجين.
نقدر نستعملو بحال هادو مثلا، ولكن في السروال تقدر ديرها في الطربوش نيت؟ لا ما تجيش. ولا في الطربوش. الطربوش يكون نقدروا نديرها احمر، في الطربوش تاعو احمر نيت هادشي. ماشي كحل بحال الاخرين. عليك يكون يوش زعما بحال دابا، بحال الا واخد غير الشيب ديال الكوبوي، ولكن في الديزاين يكون ديال القراب، يكون بكولا حمار وديك دايبات. ودابا ما كنحاولش نفكر بزاف مثلا في الديزاين شكون هو اصلا البيرسوناليتي او تاني، هذا حيت غير سكتش يعني ما عندناش ايدي في البداية، ولا هذا ما فكرناش في الايدي هي الاولى وبقينا خدامين منها مثلا، وعطيته استوار وداك الشيء. اش كنت نقول زعما ما داك الشيء علاش شيت نسيت. صعيب تكون خدام وكتهضر، انا بعدا محال واش ندير هذا البلان. ما كنقدرش، كتجيني صعيبة. انا كان اصلا شتي كنتلف شنو كنقول انت بلا كتبغي هكا، تربح واخا ما شي نكون حاجة؟ خدام، واخا ما نكونش خدام لا لا، كنهضر. راك ديجا راك اش اقول لك، راك 9/10 على شكرا. ولكن حيت حوايج اللي مثلا، حيت كنهضر على خدمة ديالي مثلا ولا شي ولا حاجات اللي عارفه، اما مثلا في كونفرساسيون هكا ولا ميتين ولا شي حاجة كنحصل دغيا. انا دابا ما كندير والو وتالف باش نسولك ولا باش ندوي معاك. يا المهم المهم ان هاد الفيديوهات هادو الفكرة غنقدروا نطلقوا صراحة. ان شاء الله، يعني ان شاء الله. اش ممكن بقى نقول انني مسيباري مثلا. الفكره هو انه ما عنديش ما عندناش فكره اوليه على شكون هو هذا الكاركتر اصلا، البيرسوناليتي ديالو ولا شنو عنده باك ستوري. دابا خدامين غير بيرمون على غير الشكل ديالو صافي، يعني تقريبا المهنه ديالو انه كيستعمل ما نعرف كي كي قلنا اوتلو ولا قلنا شريف مثلا. دابا بدي ساكن ديرو اوتلو. اوكي اوتلو، يعني اوتلو يعني دابا اوتلو كتعني انا خصنا نحاول نخدم على بيرسوناليتي ديال اوتلو، يكون شويه يقدر يكون شرير، يقدر يكون اوتلو ولكن ظريف، يقدر تكون يعني البوليس هما اللي مثلا ما نعرف، يقدر يكون اوتلو خدام اللي سولو صافي بحال باتمان. خدام صراحه شي حاجه يعني. اوكي ثاني تلف اش كنقول. المهم اننا خدامين على شي بو صافي، باقي ما كاينش غير على ليستوار. شي با ما كاين لا استوار لا والو، حيت ما يكونش الوقت باش تخدم على استوار اللي مفينيا وزوينه وداك الشيء كامله في فيديو. علاش غادي نركزو غير على الشيبس وعلى شويه الشكل ديالو، غير مثلا واش طريف ولا خايب، شي حاجه بسيطه بحال هكا، واش دري صغير ولا راجل كبير، واش يعني غير حوايج بازيك. نورمالمون الا كنتي باغي تاخد شي حاجه، الا بديتي تخدم يعني على شي كاركتر كاب بروجي، خاصك تحط فيه يعني خدمه اكثر. كل ما حطيتي خدمه اكثر كل ما احسن. فليبي باش شوف تشوف. اينا جو غادي تانتيغرا فيه ستيل ديال الجو وشحال حاجه مثلا معاه. كيبان. اوكي غنديرو جون بزاف ولا شارف. بالنسبة لريوت جيمز، واش غتخدم معاهم ريموتلي ولا مازال غادي ديبلاصا؟ حاليا ريموتلي، الى سهل الله ان شاء الله من هنا لقدام ما عرفت يعني نقدر نمشي، ولكن حاليا ريموتلي. نايس. هما يعني شركة في حقيقة زوينة، والصراحة يعني متحمس بزاف الخدمة تما، يعني ان شاء الله الى كتاب نمشي عندهم. وفي نفس الوقت إن شاء الله. يعني خايف، حيت يعني الليفل ديال بنادم تما يعني واعر بزاف، وكي كي كيختار بنادم بواحد الطريقة صعيبة، يعني كي مثلا كيخصك
مثلا خاصك تدوز معاهم مثلا نهار كامل ديال الانترفيوز، خاصك ماشي غير هذاك النهار كدوز يعني انترفيوز بزاف سكايب، وخاص تبقى تلصقهم السقا الا بغيتي يعني تدخل الخدمة. دونك قضية صعيبة. صعيبة بزاف. دونك دابا نهار كامل كدوزو مثلا، واش كاين الساعات ديال الخدمة ولا فاش كيحتاجوك كيعيطوا ليك، ولا كيفاش كتكون الخدمة مثلا مع ريموت؟ خدام دابا بحال خدام في استوديو، خدام كان المفروض خصني نخدم يعني 8 سوايع في النهار، كان حاول وخصك تبقى اونلاين تماك في يعني مشكلة مع الاختلاف ديال الوقت بيناتنا، كيخصني هما كيكونوا اونلاين ملي كتكون الليل عندي بحال هاد الوقيتة، يعني حتى التسعود ديال الليل عاد كيكونوا هما عاد كيدخلوا اونلاين. ايوا كيخصني ندخل اونلاين شويه يعني باش نكون اون كونتاكت معاهم، تعطي فيدباك للناس، حيت كيكومونيكيو مثلا في الشات كلشي مع بعضياتهم، وكيخصك انت تكون تما باش تعطي فيدباك لشي حد اخر، واللي كتبوستي داكشي اللي درتي باش كيشوفوا حتى هما وكي يعطوك فيدباك الزارتيست اللي عندهم. أول مرة تخدم ريموتلي مع شي شركة؟ بهذه الطريقة أول مرة فايت يعني درت فريلانسات هكا وداك الشيء، ولكن أول مرة كنخدم بحال هكا مع شي شركة. نايس، إن شاء الله يكون خير تمشي. شكرا. إن شاء الله. شنو جديد على صاحبنا؟ أوكي، أعطيه شي شعر. عاود شبهني لينا شوي. على سميتو، على البلان ديال البورتغيز، ليفينمون ديال تورجان واز يونيكورن. شحال مرة كان بغي ترجمة نمشي ليه، وصل ولكن زين كان. داك الديكالاج ديال ما الوقت باش تشري التيكي والوقت فاش تمشي ديكالي بزاف. ما كتعرفش واش الوقت كاين، واش الفيزا واش غتوجدك ولا لا. هو عشان نقول لك الايفنت صراحة زوين بزاف، وكنصح اي واحد في الحقيقة كنصح اي واحد يحاول ما امكن يمشي الايفنت بحال هادو، لان واحد المشكل واحد القضية ولات في الدومين هو انه ولاو الناس كيبغيو يعرفوك قبل ما يجيبوك تخدم، كيبغيو يشوفوا البيرسوناليتي ديالك قبل، وماشي غير في انترفيو، حيت انترفيو الواحد كيكون فهمتي مستريسي، كيكون هذا كيبغيو يعرفوك قبل، ولا شي واحد اللي انت كتعرفه في ديك الشركه انه كيقول لهم راه كنعرف فلان، وراه فلان راه مثلا مزيان، وراه كنعرف البيرسوناليتي ديالو شي حاجه بحال هكا، ولا القضيه يعني فيها شويه المعارف، لكن ماشي غير المعارف، خاص تكون اصلا خدمتك واعره ماشي ديك الباك صاحبي وزيد عليها. انت مجبك. هذاك الشيء ماشي غير انه يكون تكون معرفه، خاص تكون الخدمه ديالك زوينه ولاتيتيود ديالك تكون زوينه حتى هي. داك الشيء علاش مهم ومهمه مزيان الواحد يمشي دابا الايفنت بحال هادو، يحاول ما يمكن يمشي الايفنت بحال هادو باش يعني يدير لي كونتاكت ويتعلم شي حاجه في نفس الوقت، لانه حتى المشيه غير بانك كتعلم شحال من حاجه جديده وداك الشيء كترجع موتيفي بزاف باش تخدم، يعني ملي كتشوف دي زارتيست اخرين بعدا. بالنسبه لي شخصيا ملي كنشوف دي زارتيست اخرين كنتحمس بزاف، وكنرجع باغي نخدم، كنرجع ترجع ديريكت مشارجي. كنرجع مشارجي ندير شي بروجي ولا شي حاجه، خدم على شي حاجه، كاع دوك هاد الحاجات الكبار اللي خدمت عليهم مؤخرا بحال تيم مارد، من ورا مثلا تي اتش يو كنرجع مشارجي، كنبغي نخدم، كنجمعت فيدباك زوين، جمعت مثلا فيدباك اللي مفيد، وكنرجع بغيت نحط داك الشيء للتيست زعما نجربه. وكي دايرين لي زارتيس متواضعين ياك؟ ليزارتيست كلشي الصراحه متواضع اكثر مما كتخيلوا، يعني ملي كتشوف خدامي ديالهم كتلقاهم كلهم ظريفين، وكلهم يعني
عندهم نفس المشاكل اللي عندك انت. يعني كتقول اه لا هذا فلان راح يتعايش في ما نعرف في اوروب ولا راح يتعايش في امريكان، راه جاتو سهله ولا هذا وصل فين وصل بطريقه سهل. لا تقريبا كل شيء تقريبا كان عنده شي مشكل شي حاجه، انا كل شيء عائلته اغلب يعني ماشي كل شيء، كل شيء مثلا عائله كيقول ولا بنان كي ما كيحمسوش يخدم في الدومين في الارت، كل شيء يعاني من نفس الحوايج يعني. يا غير هما عندهم واحد القضيه يعني، عندهم ديك القضيه ديال شنو نقول لك، واحد الرغبه شويه قويه كي ما 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 كي الا قال لهم شي حد ما ديرش هاد الحاجه ولا هذا كيتقاتلوا واخا. وشنو نقول لك، وكلهم كلهم عندهم نفس المشاكل اللي كتلقى انت مثلا دوك الارت بلوك مثلا، ما واحد لقيته ما عندك حتى شي، ما عندك حتى شي، ما عندكش كان باش دير حتى شي حاجه وما عندك حتى شي فكره ولا هذا، كلهم كيدوزوا منها. تخيل مثلا مثلا ايان ماكيج، لا تكون عارفه ضروري ايان ماكيج، عرفتها. اها اللي ما عارفوش راه دار يعني ديزاينات ديال ديزاينات في افلام معروفين، خصوصا معروف الديزاينات ديالو في ستار وورز، مثلا الديزاينات ديال كوين اميدالا اللي في ستار وورز، يعني اللي قبل الاخرين اللي قبل الجداد زعما، والديزاينات ديال كوين اميدالا معروفين ايكونيك وخطيرين بزاف. باقي هو صغير داك مثلا الكلام. لا ايان ماكيج كبير بزاف في السن، ويعني واحد الشخصية عنده بصح هيكون تخربق لي مع الاخر. كاين واحد ايفان ولا يعني ايوان، عرفتوا ايفان؟ ايفان حتى ايفان هو خطير. تخربق لي عندك. لا ايان ماكيج يعني كبير في السن هو بزاف، ومن بحال قلتي من توب في الاندستري، وحتى هو يعني تخيل كانت كتعاود عليه واحد ارتست اخرى اللي هي كارلا اورتيز، هذيك خطيرة، هذيك ياك اللي دارت الديزاينر ديال سترينجر، دكتور سترينج في دكتور مارفل. سترينج، مارفل، كاع مارفل خطيرة هذيك. افلام مارفل الجداد كتلقاها فيهم. كتلقى البصمة ديالها زين. وهي مثلا هي حيت هي تعلمت منه، وهو بقى هو دبر لها في خدامي يعني شحال من مرة، ويعني كتعاود انه شي مره مثلا تلاقات معاه في الاسانسور وكيقول لها حكا راني اليوم ما بغاتش تجيني حتى شي فكره، وداك الشيء علاش غنمشي للدار تنعاود نرجع نحاول غدا. وهذا من الطوب يعني، الرسم ديالو خطير بزاف، ويعني توب في الاندستري، ومازال كيعاني من نفس الحوايج اللي كان عانيو منهم كلهم كاع لي زارتيست كيعانيو من نفس الحوايج اللي كتعاني منهم مثلا اي واحد اللي يلاه بدا. المهم شي حوايج بحال مثلا كنظن بحال هاد المشاكل هادو ديال كتلقاهم عند كل شيء، وديما كيبقاو تتولي ماشي شرفتي وباقي غير كيجيك ديك الارت بلوك. باقي مثلا كاين حوايج اللي هما ساهلين عندهم حيت حطوا فيهم الوقت وتعلموهم مزيان، مثلا الاناطومي هذاك الشيء البازيك، داك الشيء حوايج اخرين داك الشيء التكنيكال مثلا كيكونوا ما كيلقاوش فيه مشاكل بحال الاخرين، حيت اصلا حطوا فيه الوقت ما كيلقاوش فيه مشاكل دابا مثلا ملي وصلوا مثلا، ولكن راه حطوا فيه بزاف ديال الوقت وتقاتلوا باش وصلوا اصلا فين وصلوا. وكتلقى ديك فحال الى جروبات مجموعين بيناتهم كيهضروا كيموتيفيو بعضياتهم وكذا. حنا واخا هكاك الكوميونيتي ديالنا راه ما ماشي صغيره وصافي، راه ما كتبانش، ما كايناش اصلا، صغيرة في الحقيقة. صغيره بزاف، وماشي ماشي ما كيبقاوش كونتاكت بيناتهم، ما كي حيت كلشي ما كتلقى عرفتش. عنده كلشي كتلقى عايم في بحره والمشاكل ديالو صافي، كيفضل يخدم ما سولو فوقاش ما جاتو لقانا وصافي. عشان نقول لك في ذاك الوقت فاش باقي تما يعني في حقيقة تعلمت بزاف في الوقيته، فاش كنت كنتلاقى الدراري ديال مثلا برين اويل فاكتوري اللي كنا هذاك جروب يعني كان كنا جروب. كنتجمعوا كنا اه كنا جروب كنا كنتجمعوا بزاف كنرسموا دائما كنتعلموا من بعضياتنا وداك الشيء.
وفي حقيقة بالنسبة لي أنا نفعني بزاف هاد القضية، تعلمت بزاف، موتيفيت بزاف ملي كتشوف بنادم آخر تا هو كيرسم بحالك، ويعني عزيز عليه داكشي اللي عزيز عليك، وكتبقاو تشافوا دايما، كتشجعوا بعضياتكم باش تعلموا كاملين. في حقيقة من أحسن الحوايج أن الواحد يتعلم ويبقى موتيفي، وأنه يبقى يشوف لي زارتيست الآخرين، لا هذيك يعني الساعة باش كيبقى حتى يكون هو عنده كيزيد. كوميونيتي. ما بقيتش كنفكر، ما عارفش شنو كان دي لا صافي غادي اوتو درايف، غادي اوتو درايف، حيت خص اوكي قلنا خص يكون اوتلو، خص يبان عليه واحد شويه ديال الاوتلو، يعني ما نعرف يكون بان، يبان بان راه عايش بوحدو شويه، ولا ما نعرف ديك شي قديم عنده ديك الحوايج قدام. شي حوايج مقطعين، ولا شي حاجه اللوان ديالو يقدروا يكونوا دارك شويه. اوكي، واحد اللعيبه اللي سميتو الانترستينغ شيبس ليكويفاي. كيعتقد صاحبي داك لو كيفاي ليكويفاي كتستعملو صافي، كنبدا نحاول نخدم الشيبس يبانو زوينين. خصت البوز ديالو دابا، مدام سالينا، عشان نقول لك ديزاين عندنا، نقدر نحاول نخدم البوز ديالو تبان شويه ديناميك. شويه دايناميك اكثر، ولا غير تبان فيها شي حاجه، يبان واخا مثلا غير مفرقين مثلا هكا، بانه واجد تقاتلوا ولا شي حاجه اكثر، يقدر يكون هاز ايده ولا شي حاجه، اي باش ما ناخذوش وقت طويل. ما غاديش نحاول نبقى في شي بوز شويه يعني سامبل عاديه. شنو كنا كنقولوا؟ كنا كنهضروا على تي اتش يو. المهم كنصح اي واحد الا قدر يحضر لهاد لي زيفينمون، واخا على برا يعني انفستيسمون كبير، هو يعني انه الواحد يمشي للايفينمون بحال هكا، حيت الشيب كياكل العصا ملي كيبني هي يعني. بزاف هاتي كيب بوحدو شحال شي 7000 درهم باقيله. غالي التيكت ديال الايفنت، ولكن كاين ايفنت اللي رخص في الاوروب مثلا. كنك ديال كرواتيا ما عمرك ما مشيتي عليه؟ لا، ما عمرني شي واحد اخر، مشيت غير تي اتش يو جوج مرات، حيت دابا ملي كتمشي شي ايفنت واحد المره كتلقى مع بنادم، كتولي كيولي عندك يعني صحاب، كتبغي تعاود تشوفهم، علاش كتعاود ترجع لنفس الايفنت واحد كيكون فيه. ما غاديش هاد العام هذا. لا، محال، راك عارف خص الواحد يجمع شويه. ما يكترش تاني. وثاني حاجه يعني راك عارف، حيت كان اهم سبب عندي باش نمشي للايفينمون كان هو هذيك الموضوع ديال الرايوت، ومدام الحمد لله حاليا غادي القضيه. يعني قلت ما يعني نقدر نسكيبي هذا العام ونحاول نمشي مره اخرى، لكن باقي باغي نمشي، يعني باقي بغيت نمشي ليزيفينمون بحال هكا، حيت ما كتعرف شنو يقدر يجيب لك. نايس. ديجا من اول مره، يعني من اول مره مشيت ليه رجعت، يعني جبت منه مثلا خدمه فريلانس صغير اللي هو دوك واحد شويه ديال الكاركترات اللي درت الشارد داون، اين وحدي شارد باوند هادو، ديال الشامبيونز؟ لا لا، واحد الكاركترات اللي واحد الجيم تكنسلات هي، ولكن عاود ثاني خدمت عليها، حيت عندها واحد بزاف كتشبه بزاف ليج اوف ليجندز في شي حوايج، وقلت مني جاتني الفرصه باش نخدم فيها، قلت غندير لهم شويه ديال لي كاركتر باش يكونوا يعني خدمه بورتفوليو، شي حاجه نزيدها في البورتفوليو باش دابا نوريها اهم مرايد. حاجه هي بورتفوليو دابا تعمرو. حيت على الاقل الا ما كانش عندك خدامي بحال هادو مثلا في البورتفوليو، شي حاجه اللي كتشبه الجيم اللي انت باغي تخدم فيها، مثلا باغي نخدم انا في ليك، ولكن ما كانش عندي بروجيات اللي بحال ليك في البورتفوليو، بروجيات اللي خدمت فيهم الشركات وداك الشيء. ملي جاتني الفرصه نخدم في هذا، قلت اوكي غنخدم في هذا باش ندير دي كاركتير ليهم باش نحطهم في البورتفوليو، حيت الجيم كتشبه ليك بزاف الحوايج، خصوصا مثلا الانجل ديال الفيو داك الشيء، يعني عندها واحد من فوق. كتشبه ليها داك الشيء، علاش عندهم واحد الرولز كيتشابهوا كيفاش ديزاين لي كاركتر.
بلي واحدة واش درتيه بزبراش؟ لا زبرش اه يو بلي هذاك هذا بحال الكلب الشيب ديال زبرش زبرش ما كنعرفش ليه غير باش باش راه هو سحب لي درتي الديزاين بزبروش وكملتي عليه. لا غير وحلت في البوز وانا نديرو بالسربه في زبرش باش نخدم فوقه. لا مزيان كتعاون كاين اللي مزيان. بزاف كاين اللي كيبدا بهذا الستيل هذا كيخدم زبروش كيدير الديزاين تما من بعد كيكمل هو في البينتين. كتعاون كيعاون الواحد انه يعرف واحد شويه ديال الباز 3 دي حتى في لي جو ولا في الانيماسيون حتى هي الا عرفتي شويه ديال 3 دي كيعاونك في حد الحوايج وكيعاونك في انك تعرف تكومونيكي مع الناس الاخرين اللي معاك في التيم. انه مثلا كتعرف كتفهمهم اكثر. كتفهم شنو كيديروا وكتفهم ملي كيهضروا معاك شنو كيقولوا كتعرف تتعامل معاهم حتى انت. يب اوكي. شنو اخر نقدر نزيدو على صاحبنا؟ ما كاينش ديك اللعيبه ديال هكا الخدمه هذه بغيناها غدا في بحال داكشي الجيمز ديال داكشي ديال المغاربه هنايا كيعطيك حاجه كيقول لك بغيتها في العشيه. كتلقى بعض المرات يعني ماشي دايما يعني بعض المرات كتلقى شي حاجه كتحتاجها تكون مزروبه في الجيمز نيت. ولكن عاده كيكون بلاني في داك الشيء يعني. كيكون بحال شي كيكون بلاني في معروفه شنو خاصك ديره من عارفين قبل عندك. تال الوقت بانه تقدر ديرها فديك ماشي كيلوحوا عليك خدمة ديال سيمانة كيقول لك بغيتها غدا في الصباح. لا عادة كيكون بلاني في داك الشيء ما كتوقعش في هذه القضية. ولكن بعض المرات ضروري كيكونوا شي حالات اللي خاصك دير شي حاجة بالسربة وكيخصك تقعد عليها تصارع عليها تبقى في الخدمة مثلا وتقاتل معاها تساليها ضروري كيكون هذه الحالات. شنو هما الحاجات اللي باغي تعلمهم في فيوتشر؟ زعما في اوكي الحاجات اللي باغي تعلمهم اللي باقي ناقص فيهم وباغي تعلمهم. تقريبا كل شيء باقي مازال بغيت نتحسن فيه يعني. ما عمرك بحقيقة خص ما عمرك كتوصل لواحد الحد في التعلم في كل شيء تقريبا. ولكن كاين شي حوايج اللي بغيت نتعلم اكثر من هذاك الاخرين الشيء مثلا زعما الا اللي عندك شي سبيسياليتي وباغي تكمل فيها وباغي تولي فيها توب مثلا ماشي كاع الطوف. ولكن بغيت مثلا نتعلم شويه مازال ديال الطرواد خصوصا زيبراش. حيت ولا مطلوب حتى في بالنسبه للكونسيبت ارتست. خاصك ماشي خاصك ولكن احسن بزاف انك تكون كتعرف شويه ديال زيبراش. باش مني مثلا كدير واحد الكونسيبت كتكون انت فاهم اكثر من الاخرين كيفاش داير يعني الشكل ديالو. كتكون فاهم الشيبس الفوليوم اكثر من الاخرين. داكشي علاش الى الاحسن انك تخدمو انت في الزيبراش بحال قلتي الشيب شنو نقول لك المش الاولى وعاد باش كتعطيها لواحد 3 دي ارتست كيخدم عليها من بعد ولا كيدير هذا البروسيس بزاف. فاحسن انك تكون كتعرف شويه ديال الزيبراش باش تعاون بحال هكا باش ما كيبقاش الواحد كي 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 كيتقاتل يعني. 3 دي ارتست كيتقاتل باش يحط الشيب درتي انت بالضبط حيت انت درتيها 2 دي وهو خصو يديرها 3 دي خصو يعني ايماجينيا كيفاش كيفاش سي خصو تكون. ايماجينيا. وهاد القضيه فالابل اكثر حاجه ملي كتكون كتكون خاصك مثلا ملي كتكون الشركه خدامه مع شي 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 3 دي ارتست اللي اوت سورسين يعني شي 3 دي ارتست اللي ما كاينش في استوديو كاين على برا يعني ما يقدروش يبقاو يعطيوه فيدباك هكا يعني ما قعدش معاهم باش يقدروا يعطيوه فيدباك دغيا دغيا دغيا. خاصك يعني
يكون واضح ليه شنو خاصو يدير باش غير يديرو دغيا وصافي، يكون واضح ليه الكاركتر ديزاين ديال الكاركتر مزيان من الاول. يس. دابا وليت كنشوف بزاف ديال لي زارتيست لي واعرين طوب كاع في لا سكولتور تراديسيونيل كاملين تقريبا قلبوها لزبروش. هذاك الشيء ولا مطلوب بزاف يعني، حتى في الكونسيبت ارت دابا مطلوب. شحال من مرة باغي متى نتلاح لك كونسيبت ارت، ولكن كنلقى راسي خصني بزاف. كتلقى راسي خصيت تجرب ناقص في شحال من حاجة. مثلا باغي ندير مثلا داك الكونسيبت ارت لي فيه لونفيرونمون، فيه كلشي، بيرسوناج، لونفيرونمون، كلشي. كتلقى راسك خصك تبوستي في اللايتين، تبوستي في البيرسبكتيف، تبوستي في الاناتومي، تبوستي في شحال من حاجة. في نظري الا كنت باغي تخدم مثلا كونسيبت، يعني احسن حاجه يعني ركز غير في حاجه سهله عليك. مثلا كنت غتخدمو يعني في كونسيبت ارت، اهم حاجه هي ليدي اصلا، هي الديزاين ديال ديك السين اللي غتخدم، مثلا الاركيتكتور، ولا الا كان كاركتر مثلا الكاركتر اللباس ديالو شكله. يعني احسن حاجه انفيستي فيها اصلا هو اللي زيدي، انك غير تخدم على، تبقى تجرب هكا دي ميثود بحال هكا، تبقى تسول انت خدام كتسول راسك علاش درت هاد الشوا، علاش مثلا علاش درت هاد البيلدين هذا مثلا قصير، حيت مثلا هاد البلاصه فيها مثلا السرعه ديال الرياح عاليه شي بلان بحال هكا مثلا. كتبقى شي واخا داكشي زعما فونتازي، كتبقى في اللوجيك شويه. كتبقى كتفكر، غير كتبقى كتفكر وكتسول راسك وانت خدام مثلا، اللي بغيتي ديزايني يعني ديزايني. المهم اهم حاجه انك تفكر في ليدي، يعني تخدم على الافكار هما الاولين، حيت في الكونسيبت ارت يعني الفكره هي الاولى. يعني في رايوت نفسها كاين دي زارتيست فيها، كاين دي ليد، وكاين يعني دي ديريكتور ارتستيك للديسان ديالهم، يعني ماشي شي حاجه عادي بزاف. كاين بزاف اللي دي زومبلوي يعني عاديين، يعني كونسيبت ارتست اللي يلا دخلوا. كاين ستاجير مثلا كتلقى الدسان ديالو احسن من الليد ديالو بزاف، ولكن الليد يعني عنده، كتلقاه فيزيونير، عنده اكسبيريونس، عنده فيزيون، و اش غادي نقول لك، فاهم يعني، عنده لي زيدي حتى. هذه هي القضيه، يعني في الكونسيبت خاص تكون يعني اللي ده هي اهم حاجه عندك، يعني اكثر من الدسه كيف ما كانت الدسه ماشي مشكل، اللي ده هي اهم حاجه. ومن غير هكا اش نقول لك، من غير هكا يعني كتبقى تخدم على داك الشيء، مثلا لي بوز ديالك ولا الاناتومي ديالك ولا اللايتين ديالك كتعلم فيه، ولكن تقدر ما تنسى داك الشيء كاع، ما ماشي مهم. ديزاين مثلا، اذا انت درتي كونسيبت مثلا ديال هذا الكاركتر، دابا انا كنكري هذا الكاركتر دابا، واش اللايتين مهم باش نعرف شكون هو ولا شي حاجه؟ الباس ديالو هو اللي مهم، الشيبس ديالو، ما نعرف الشكل ديال الوجه ديالو، الاكسبرسيون ديالو، باش كنعرف يعني خصني الحوايج اللي كتعرفني شكون هو. داك الشيء الاخر غير زياده، مثلا بحال لايتين غير زياده، الرندرين انه يكون داك الشيء يعني مرندري زوين، حتى داك الشيء كله غير لا، زياده. انا كندوي على داك الكونسيبت ارت ديال رياليست، بحال كي فريم ديال الافلام. هذاك الشيء اللي كنهضر عليه، يعني ندير داك الشيء 3 دي، فهمتي، بتكستور، مسائل ديالو، شويه ديال بينت اوفر مع كتقاد مات باينتين مع، فهمتي، كتبان بحال كي فريم رياليست في الحقيقه. هذيك تاهي من الحوايج اللي ناقص فيهم انا لسين. هذاك الشيء اللي باغي نخدم، لسين كتلقى راسك خصك تعلم شحال من حاجه. اوبس. يا انا ناقص فيهم في الحقيقه بزاف، تاع انا ومني كنجي نديرهم تاع انا كنوحل، وداكشي علاش يعني. ولكن التركيز عندي عادة على الكاركتر، حيت هما هما فاش كنخدم يعني أكثر حاجة. إلا بغيت نخدم السين على حساب عاوتاني، كي قلنا إلا كان كي فريم مثلا، أهم حاجة فيها هو كيف قلتي حوايج بحال اللايتين ولا يعني
مود وداك الشيء مثلا المود كيفريم حصلت بحال انها غتكون في فيلم ولا شي حاجه ايوا يعني مثلا بحال الا يعني خديتي داك الشيء لقطه اللي من بان الفيلم. مهم. خاص داك الشيء مهم فيها بزاف. الا كانت كونسيبت، الا كنت خصني ديزايني مثلا داك اللاندسكيب ولا غنديزايني الاركيتكتور ولا شي حاجه، غادي نركز على هذيك القضيه ونسى يعني داك الشيء الاخر. الله يبارك. alright الكراب ديالنا هو غادي كيطلع كي مازال ما عرفتش كيبان اوتلو ولا لا. لا ديجا خاص غا شوية ديال yeah. النسخ وصافي ديال التقطاع ديال اوكي الحوايج. شويه كنحاول كنعاني مع هذه القضيه، ولكن كنحاول انني ما نزوميش بزاف باش ما ندخلش في الديتاي. باش ما تبانش واحد البارتيه فيها ديتاي اكثر من الاخرى. باش ما نكثرش، ماشي غير على باش ما يعني هكاك، على خصني نخدم الشيبس الجنرال الكبار وداك الشيء هما الاولين. نستخدم داك الشيء الجنرال هو الاول، عاد ندخل في داك الشيء الريندرين. مادام خدام ديزاين ما خصنيش نطول بزاف في شي حاجه دابا، خصني حتى من بعد نوصل للريندرين. الطربوش درتيه بحال ديك اللعيبة ديال الطاجين. يا بدا كيبان بحال شي طاجين، خاصني خصو يكون متزوق بزاف في الحقيقه، تكون سامبل شويه اكثر. كاين شي لوجيسيلات اخرين كتخدم بيهم ولا كاينها فوتوشوب؟ أكثر حاجة فوتوشوب، شوية مثلا كريتا ولا شنو آخر عادة، غير هادشي. أبار فوتوشوب في الدو دي هو باش كنخدم دايما، في 3D كنخدم بعض المرات بماك 3DS ماكس ولا بلندر، مؤخرا بلندر. و هذاك فيه باكاج فيه كل شيء. انا كنت بالتوفيق احتاج بالتوفيق. نخدم به كنت احتاج نخدم به في ملي كنت باقي في بي سوفت شويه في الاخر قبل ما نخرج، وفي حركه زوين حتى هو غادي كيزيان. داك الشيء راه شفتو مؤخرا، داك الشيء اللي زادو فيه راه كنت فاهم والو. وفري في كاع من كل شيء. كل 7 مليون ولا 16 تلقى لوجيسيال بثمن ديال بارتما. نفس الطالب اللي بغا يتعلم 3D. هذا هو المشكل اللي اغلبيه كيبقى يسول، واش ماكس خويا، واش ماكس ولا مايا؟ ترى كاملين بحال بحال، راه عاد تعلم واحد فيهم. عندهم نفس البرانسيب، غير البطونات مبدلين. هاي تعلم لي تعلمت المهم غتعلم. لا صراحة راه حاجة واعرة انك تتعلم دوز من التروادي. الا كنتي مثلا باغي دير الدودي مزيان تحرد شوية في التروادي، حيت كتعلمك البيرسبكتيف، كتعلمك البيرسبكتيف عا بعينيك، تقدر تميز واش الحاجة مقادة ولا لا. تخيل لك تمرن عينيك صح. على البيرسبكتيف، و نفعتني بزاف. كل شيء في الحقيقة اللي سمعتهم كانوا كيديروا 2D يعني خدموا في 3D حتى هي، كيقولوا نفس القضية انه سويتش ل 3D عاونهم بزاف. لا لا كيعاون لو كي بزاف. كل شيء اللي كنعرفهم كيقولوا نفس الهضرة. الصراحة نفعتني، واخا انا ما كنديرش الدودي بزاف، ولكن حسيت براسي بلي كان شي حاجة مزيانة وصافي، احسن من قبل كتلقى داكشي كامل مديفورمي مديكالي. بصح كيعاون بزاف. والعكس تا هو، مثلا الا بديتي بالدودي وقلبتيها الطروادي تا هي كتنفع حتى كينفع بزاف في ليماجيناسيون، في شحال من حاجة.
وكينفع مثلا ما كتحتاجش انه 2D artist يبقى يعاونك، كونسيبت artist مثلا يبقى يديزايني لك، تقدر ديزايني داكشي ديالك راسك وتخدمه. هو الطروا دي كتزيد، ما كتبقاش في الارتستيك، كتزيد حتى التكنيك، خصك تعلم اللوجيسيرات، هذا هو الفرق. هذاك الشيء حتى انا داك الشيء اللي كيخليني ما كنزعمش بزاف مثلا على زيبروش، غير قضية ديال انه كنحل الانترفاس ديالو، كنصبه كتلف وكنتلف عادي، ما كنتلف وكنجرب فيه مرة بشحال، ولكن دائما كيوقع لي نفس الدار، حيت خصوصا ما رجعت ليه كنلقى راسي نسيت كاع داك الشيء اللي تعلمت، حيت ما كنخدمش فيه دائما. و اش نقول لك، بغيت في الحقيقة نرجع نخدم فيه. دابا باغي نتعلم شحال من حاجة صراحة، ولكن كما قلت لك راه جاتني واحد الشيت خطيرة. باغي نتعلم تكستور، نزيد نبوستي راسي في تكستورين، يعني ندير شي حاجة غياليست او ميم طون ستيلي، ولكن ما كيبقاش ديك الجهد انك تتعلم شي حاجة، عرفت؟ خصني نشوف شي طبيب نفساني. كاع خاصنا شي حيت في الطروادي خصك تعلم شحال من حاجة، تكستورين، لايتين، يعني تعرف حتى الفيزيكس ديال اللايتين كيفاش كيكون، وفي التكستورين حتى هي ماشي غير ماشي غير تحط لي كولور، ماشي داكشي ارتستيك بوحدة او تاني، يعني خصك تعلمهم بجوج او ميم طو. 3D technical بزاف، هذاك الشيء علاش كتلقاني يعني انا في 3D حدي غير داك الشيء بازيك ولو بولي الجيمز، ومع التكستور يعني التكستور اللي بينتد. خاصك تزيد ليه اللعيبات ديال القراب، حيت كيبان خلاص بليس كوبوي على قراب. ياك اوكي سامش. شنو نقدروا نزيدوا ليه؟ خاصك واقيلا تكبر ليه الطربوش، لا الا كبرتي كيف؟ الطربوش اوكي صح، يبان يبان شي يبان شوية قراب. يبان اكزاجيري و حركه. ايه بقيت في بالك ساعة. بلاش نصغروا ليه هنا. وتزيد ليه ميبي داك الشناتف، داك الكوارات في ديال الطربوش تزيدهم في الطربوش ميبي، ما عرفتش. كنفكر غير في علاش نزيدهم تما، كتخيل شي اوتلود اذا كلعب بهذوك. كنفكر ما يبقاش اطلب. الطربوش كنفكر جاني فكر فين نقدر نزيدهم، بغيت نزيدهم كيف، فين نقدر نزيدهم. فين نقدر نزيدو؟ زيدهم في ديك اللعيبة اللي داير في عنقه. فادي او نايس يا حال هادي اجي شوية احسن. زعما بحال هكا لا كيبان الخر ديالها. لا في ديك اللعيبة اللي لابس هو في ديك الخامية، ولا ما عرفتش شنو، ديك الفوطة في ظهره، نديرهم في الجنابة تما. هاكي يا ايه بالضبط نايس. ابن مكسيكانو ولا لكن هانية هانية يعني، فهذيك كيجيني جاني صافا يعني، خلطنا مع اوتلو كيبان كبير شويه في الشكل اللي كانت في الطربوش ديالو، حتى الطربوش مازال جاني يقدر يكون احسن ديالو.
يمكن خصو هذيك الديتاي وصافي ما عرفتش. هذيك خصو غير الشناتات وداك شويه الشيء ديال نقدر نزيد غير شويه مثلا ماشي دوك الكرات ميبي كاع الالوان يقدروا يبينوه اكثر حتى هما الالوان كي يعطيو سام عاد كنحاول يعني فاينلايز يعني نفكر في نحاول نسالي الديزاين هو الاول باش ما تبقاش باش ما تفكرش يعني بحاجات بزاف في دقه واحده يعني حيت ملي كتبدا الكولر تاع الكولر مشكله بوحده ما حتى هو خاصك تلقى الكولر الكومبينيزون ديال الكولر اللي مزيانه و اش نقول لك احسن انك احسن بالنسبه لي اني نخلي كل حاجه بوحده نخدم على الديزاين هو الاولاني وعاد باش نخدم على الكولر من وراه راه ديجا بدا شنو اخر كيبان دابا. نقدر نزيدو الاجارات مثلا اللي كيكون عند عندك الراب ما عرفتش فين معلق دابا ولكن نقدر نعلقو في السلطة ديالو ما عرفتش علاش اوتلو غيكون عنده جرس اوكي هذا هو البلان كيما الكول هذاك هذا هو القضيه ملي كتقعد تفكر هكا في شي حاجه كتبان كول كتحطها عاد كتقعد كتخمم شنو تجستيفي بيها هذاك الشيء الا حطيتي شي حاجه على قبل انها تبان كول خص تقلب عليها على شي ايده اللي تجي معاها علاش مستعمله باش ما تكونش غير كول وصافي بيكون لابسها هو حيت حيت جاتو كول الكاركتر هذيك هي الشخصية ديالو جاتو شي حاجة بحال هكا كول يعني أحسن من أنها غير أنك غير حاطة حيت كول ما أوكي شحال من حاجه كنشوفو في شي جوله في شي فيلم شي كاركتر كتلقى عنده شحال من حاجه لا علاقه واخا هكا كنميكو عليها ما كنردولهاش البال كتبان ماشي لوجيك ولكن عادي هادي حيت واعره وصافي هادشي باش كيعجبوني هاد الديزاينات ديال في ليغ علاش كنت كانوا عاجبيني ودايما تبعها علاش كنت بغيت نخدم مع الناس حيت كنشوف شنو كيديروا وكنشوف الديزاينات ديال الكاركترات ديالهم داكشي يونيك بجد ولكن ملي كتجي تشوف كتلقاهم راه مفكرين في داكشي بزاف زعما ماشي غير وزا حطو داكشي ماشي غير حطو واخا كيبان الكاركترات كول وداكشي راه كل كاركتر يعني خدا شحال من شهر غير باش يلقاو الديزاين ديالو وعاد باش ديك لي زيتاب الاخرين ديال 3 دي وكاع داكشي الاخر غير الديزاين بوحدو كياخد شحال من شهر وشحال من كونسيبت ارتست ماشي غير واحد كل كاركتر واحد شحال من كونسيبت ارتست خدم جرب زعما كيفاش غادي يطلع عليه وعاد باش يعني يلقاو واحد ديزاين اللي يعجبهم ومشاو يعني فيه مثلا في برودكسيون شحال ديال الوقت كياخذ الكاركتر باش يوجد من لي طاب الاولى حتى للفينال بحال اللي درتي انت في ديك البروجي ديالك اللي خدا لك 6 شهور شحال تقريبا في البرودكسيون كياخذ هما في ليج اوف ليجندز مثلا كي كل كاركتر وكيفاش ولكن ما ياخذش اقل من 6 شهور تقريبا يعني نقولوا يعني ما ياخذش اقل من 6 شهور دي معروفه لانه كاين كاركترات مثلا اللي خداو عام ولا اكثر كاين كاركترات اللي كيوقفوا برودكسيون عليهم مثلا كي ديزايني وداك الشيء وواحد الوقيته كيقولوا لا هذا الكاركتر ما غاديش مع داك الشيء اللي يعني اللي في بالنا ولا هذا الكاركتر ما كي كيقول بحال كي يقولوا ما غاديش يعمر سبوت اللي بغينا كيقولوا ما عرفتش كيفاش نشرح هذه القضيه في الحقيقه ولكن كي بقى الصلاح وصافي تبدلت الفيزيون مثلا كاين واحد الكاركتر ما عقلتش شنو سميتو واحد دراغون كانوا خدموا عليه شحال وانونساو ولونساو يعني وراو الشكل ديالو وكل شيء ومن بعد جاهم بالله ذاك الكاركتر ما عرفتش شنو جاهم بالضبط غير انه
ماشي هو هذاك، ما غاديش مع السبري ديال لي كاركتر الاخرين، وشويه مختلف بزاف. وشافوا انه هذاك البلان ديال دراغون مثلا، حيت هذاك اول دراغون كان غيتحط في ليك، بان لهم دراغون انه كاين يقدروا يديروا بطريقه يونيك اكثر ديال ليك مثلا. مثلا هذه من الحوايج، انه هذاك الدراغون اللي انونساو كان شكله مثلا دراغون ازياتيك بزاف، وما كيبانش يونيك الا شفتيه مثلا، ما غاديش تعرف راه دراغون ديال ليك هذا. وما كيركزوا على هذه القضيه بزاف، خص تشوف الكاركتر تعرفوا راه ديال ليك. سميتو كان سميتو اوشين، ومن بعد وقفوه يعني انونساو كل شيء وخدموا عليه شحال من شهر، وقفوه ومن بعد شي عام ولا اكثر رجعوا ليه عاوتاني وخدموا فيه شي عام اخر باش انونساو كاركتر شنو سميتو اوريليان سول. مثال هذا يعني يقدر شي كاركتر يكون يعني مخدوم على حقه وطريقه، كياخذ وقت بزاف. داكشي اللي كيعجبني يعني فيهم انا لي بيرسوناج كيطلعوا في النهار انا هذاكشي ما والله زيد دابا كيصيفطوا مثلا في الخدمه ديالنا هنا كيجي شي سميتو كيقول لك صاوب شوف شي ديزاين، كتبقى تلبق حتى كتخرج ليه شي بيرسوناج في نهار ولا في عشيه وحده وتصيفطوا ليه صافي نيكست. هذاكشي ما كيعطيوش وقت نهائيا، خص القضيه الوقت. حتى في الموبايل جيمز وداك الشيء يعني، في خدام في موبايل جيمز تا هو كنا كنزربوا على داك الشيء، راه كنا كنديزاينيو كاركتر في النهار تقريبا نفس القضيه. ولكن بغيتي كاركترات اللي ميمورابل كيف بحال الكاركترات ديال اللي كتشوفهم كتعرفهم معروفين مشهورين بزاف، راه هي يعني حاليا ما عرفتش حاليا حكينا في فورتنايت دابا كتشهر، ولكن هي يعني اكثر جو كتدخل يعني تقريبا تصرف ومشهوره والكاركتر ديالها معروفين. من ناحيه الصرف يعني كتدخل بزاف بالنسبه للشركه اللي عندها جيم وحده. دونك ضروري الوقت باش تطلع شي حاجه واعره، خصك الوقت، خاص الوقت تاع ما خصك تستاهل بها بحال عصير بيرسوناج لما نشبه لي لا الرضا ما عرفتش واش درتيها انكونسيون واقيلا لا ما فكرتش فيها في الحقيقه قلت القدومه ديالو ديديكاس لارسيفر. دونك واخيلا الوقت باقي ما عرفتش دابا درنا جوج ساعات ونص، غنطرح عليك واقيلا اخر سؤال فور ذا نيكست وان ديك الساعه. السؤال هو اعطي شنو ما النصائح اللي تقدر تعطي الدراري باش يقدروا يحققوا داك الشيء اللي باغين ويوصلوا بالدومين، يعني بحالك انت مثلا المسيره ديالك شي واحد بادي من المغرب وباغي يوصل داك الشيء اللي بغا، اشنو كتنصحو؟ اول حاجه غير ما يديهاش يعني ما يفكرش في انه ولا المغرب ما تصدقش، هذا ما بقاش ديك القضيه ساريه بتاتا يعني. الانترنت الى 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 يعني الطريقه الوحيده باش يعني طريقه واضحه باش توصل اللي بغيتي غير خدم هو اللي واعر، يعني ماشي مهم انك تبدا من المغرب ولا انه منافسه ولا هذا، يعني ما تخمم في حتى شي حاجه، ما تخمم في حتى شي يعني ما تخلي حتى شي سبب يعكزك على انك توصل اللي بغيتي، حيت غير مساله ديال الخدمه، غير خدم وحط خدمتك في الانترنت وسول اي واحد يعني كل شيء تقريبا لي زارتيست. كاين واخا مثلا لما جاوبك شي حد كيكون عاده غير مشغول ولا شي حاجه، ولكن سول وعرف منهم كيفاش كيديروا داكشي اللي كيديروه. شنقول لك غير حاول انك ما تبقى ترسم دائما. وواحد الحاجه اللي لو كان عرفتها يعني من شحال هذه كانت تقدر تعاونني بزاف،
اللي ننصح بها اي واحد يتعلموا لي باز، لي باز ديال الديسان، اذا كنتي باغي تولي كونسيبت ارتست ولا اليستراتور، تعلم الباز ديال الديسان مزيان، خدم الاناتومي ديالك، خدم الجستشر ديالك، اللايتين وداك الشيء، ما تستهنش به. يعني هذه مهمة بزاف. دير ستاديز ديالك بكري، خصوصا ككونسيبت ارتست. راه مشكله مثلا اللي كنطيح فيها هو انني بعض المرات كنبقى خدام وكنلقى راسي راني سهيت مع مثلا مضارب مع اللايتين ديال واحد البلاصه، ولا انني ما بغاش تطلع لي واحد الميسكل يعني صحيحه، ولا شي حاجه بحال هكا. كنحل مع شي حاجه من دوك لي باز، وانا في الحقيقه خاصني ككونسيبت ارتست نفكر في ليدي، ما خصنيش نضيع الوقت مع داك الشيء. بزاف داك الشيء، احسن حاجه يعني بحال داك الشيء دائما ستادي، واخا يعني تولي مزيان فيه، ولكن يعني ستادي بكري غتهنى منه من بعد. وشنو اخر؟ ومن ستادي دائما حاول تفكر، ماشي غير نقول فكر، لقى رولز، لقى مثلا ها اللايتين كيبان هكا في الحاله هذه، مثلا ملي كيكون مثلا ملي كيكون مثلا الجو بالضبط، الظل ديال مثلا لي زوبجي ولا اي حاجه برا في السنقه كيكون فلو، كيكون بلورد، ما كيكونش قاسح. مثلا كتشوفها في الريفيرونس، وكتشوفها في الريفيرونس كتستدي، كترد البال، كتولي كتستعملها. هذه ولا ترول دابا دائما وقت ما بغيتي ترسم شي كاركتر ولا شي سين اللي فيها مثلا الضبابه، فهمتي، مغطيه الدنيا كامله، مغطيه السما كامله، كتولي كدير الظل فلو مثلا. دائما لقى هاد الرولز هادو في الريفيرونسات ديالك، يعني ما تنقلش الريفيرونس كيف ما هما. مثلا و يا غير بقى ترسم ما توقفش. نايس. هاي مهمة بزاف هادشي ديال لي فاندامنتالز. تا حنا تا 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 كبرنا عاد ولينا عارفين هاد البلانات. ما بديناش من الاول ما يعني دابا. عرفناش شكون كان شي حد. ما انت كانش شي واحد صحيح. اللي ينصحك من الاول. دابا انت كتبغي تخدم شي بروجي، خصك تا ترجع للفاندامنتالز عاد تكمل البروجي ديالك. ديما خصك ضروري تبقى ترجع. اما الا بديتي من الاول كتهنى منها كما قلتي. كتهنى، ما كتوحلش. دابا انا مازال كان حيت ما كنتش كنخدم فاندمنتالز، كنا يعني دائما غير كنحاول ندير الكاركتر هكا كول وصافي، ما كنتش كنخدم الفاندمنتالز، ما عرفتش قيمتهم حتى لدابا، حيت كنوحل فيهم دابا، وكنقول كون غير كنت كنعرف يعني نخدم الاناتومي مزيان وما نوحلش فيها، ما نضيعش فيها. وحيت بعض المرات مثلا من غير هاد السكتش، مثلا شي مرات كتلقاني مرات كيطلع داك الشيء عادي دغيا زوين، ولكن مرات كثيره كتلقاني واحل بزاف مع الكاركتر، حيت ما بغاش تطلع ليا شي بوز صحيحه ولا هذا مثلا سامبل، بوز سامبل وداك الشيء عادي، ولكن مرات كنوحل بزاف وكان كاين بعض لي يعني بوز كت بلي ديناميك، مصور من مثلا الفوق ومعوج ظهره ولا شي لعبه بحال هكا، كتولي صعيبه هذيك الساعه. اللي صعيبة. وفي نفس القضية في اللايتين وكاع داكشي، كنلقى راسي دابا مثلا كنستعمل نفس اللايتين، نفس كل شيء، واخا كي قلنا ماشي مهم في الديزاين بزاف، ولكن بعض المرات كتبغي، بعض المرات مثلا كتحتاج دير شي حاجة اللي شوية قرب للإليستراسيون، وشوية يعني تحط فيها شوية ديال المود وداكشي. حيت بعض المرات كندير كاركترات ماشي غير ضرورة كونسيبت، كنبغي ندير شي إليستراسيون صغيرة فيها شي كاركتر، وديك الساعة كيولي اللايتين حتى هو مهم، بغيت يكون في واحد المود مثلا محددة ولا هذا، وكيحسن نتعلمو يعني أكثر باش ما نوليش كندير نفس الحاجة دايما. وداك الشيء علاش كنولي نقول تاني، كوني كان اللايتين عندي حسن، وبعد هكاك بقى كتبقى. نشوف راه فين وصلت نتعلم. ولكن ملي كتقول هذه القضيه هي الوقيته فاش خصك تقعد، يعني ماشي عاوتاني تقعد تبكي حيت ما تعلمتيهاش وصافي وتخليها. تخليها الى تموتيفيك، هي تموتيفيك باش تتعلم ليها هذيك. تقول لا قدر فلان يديرها، الا قدر فلان يوصل ويديرها، الا قدر هاد فلان اللي كنشوفه في الانترنت يديرها، حتى انا نقدر راه نديرها. انا نقدر نديرها، يعني شنو عنده ما عنديش. That's true. Well man، خويا أسامة
كنشكرك بزاف 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 على الوقيته شكرا ديالك لك. وعلى النصائح اللي عطيتي الدراري ولي حتى انا استفدت منك شحال من حاجه دابا. كنشكرك شكرا بزاف لك. وان شاء الله نشوفك عاوتاني في شي فيديو اخر ضروري. إن شاء الله، مرحبا. تبارك الله عليك، شكرا بزاف. شكرا لك، شكرا لك على الاستضافة. يعني كنت دائما مؤخرا بغيت غير بغيت هكا فرص فاش بقى شيري شوية، حيت بقينا إن شاء الله يبانو دي زارتيست عندنا أكثر وأكثر داكشي الناس. نيت علاش بغيت ندير هذا البلان هذا، حيت كاين بزاف لي زارتيست ما معروفينش وفي ديهم وعندهم ما يقول وما باينينش. قلت زعما كل مره هكا نحاول نجيب شي ارتيست ويهضرني لا على المسيره ديالو وعلى الخدمه ديالو ولا شحال من حاجه نتعرفوا عليه اكثر وحتى الناس يعرفوه. الله. يا ان شاء الله، ان شاء الله يبان، يعني نشوف هاد لي زارتيست اكثر ويتحمسوا حتى هما، ما يخليوش يعني ما يخليوش شي حاجه توقفهم، وما يزعموش انه يدخلوا للدومين، انه كاين فيه ما يدار وساهل دابا الانترنت. يعني عطى الله في عطى الله عطا فين الله فين نخدم، تعلم. في الاول كنا الله فين كنتعلموا نتعلم عن وفين بي دي نخدم. اف كنهزو بي دي اف ديسكيت وكنمشيو للدار نتعلموا ليه، اما دابا يوتيوب راه عرفتي شحال شنو كاين فيه دابا. ما عندك شي اكسكيوز دابا دابا، ما عندكش اسال الله، ما عندك شي اكسكيوز. انت داك السؤال ديال خويا صيفط لي انفورماسيون ما خصكش تقولها اصلا، حيت ما يوتيوب خصكش دابا تقولها، راه يوتيوب دابا صاحبي راه فيه العجب. في كل شيء، كل شيء. اي وحتى حاجة يوتيوب مثلا كاين، حتى كاين حوايج اخرين، انت مثلا جامرود ولا داكشي اللي نيت كتخلص فيه، في كاين لي زوبسيون اللي رخاص، ماشي رخاص ضروره مثلا مثلا تشري. 5 حتى 10 دولار كاع 20 دولار تاخد فورماسيون قداش هنا هي. هذاك الشيء تقدر تانفيستي غير شويه وتاخذ شي فورماسيون اللي زوينه. شحال هادي كتلقاها ب 5000 درهم حتى المليون كاع فورماسيون مليون. مليون صاحبي راه واحد شحال هادي او راه حتى واحد في الشركات ما كيديها زعما في الدبلومات ديالك ولا شي حاجه، اللي خص تعلم غير يعني فري. الراس. بورتفوليو ديالك هو اللي خصو يهضر، هذاك هو السي في ديالك. بورتفوليو هو اللي كيهضر. اول او هادشي اللي كاين. شكرا بزاف عاوتاني وان شاء الله نشوفك في نيكست فيديو ان شاء نهضر الله، في شي موضوع اخر نشوفك غريب عاوتاني. ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله.